مريم مريم سعالي، انت ايه اللي صحاك؟ انا جايبه لك الفطار لحد السرير. اعملي لي قهوه. طيب غير رايك الاول وافطر وانا هعمل لك. قلت لك اعملي لي قهوه. ثواني وتكون جاهزه. وانا نايم من امتى؟ من 3 الصبح يا حبه عيني، كنت تعبان قوي ومش طايق روحك. بس عارف يا سعالي، على قد وجعك اللي قاهرني ده، على قد ما انا فرحانه قوي ان انت اطمنت لي وفتحت لي قلبك وحكيت لي على كل اللي تعبك. وانا حكيت لك ايه؟ كل حاجه يا اخويا، عن صاحبك ومراتك ولالات الاصل الواطيين اللي لا بيصونوا العشره ولا اللقمه الحلال. بس اطمن يا اخويا، انا بقى اللي هجيب لك الواد اللي من صلبك ويطلع شبهك الخالق الناطق. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ منك انت يا سعالي، انت اللي قلته لي. الكلام ده ما اتقالش وانت ما سمعتهوش. حاضر حاضر. هو ده اللي تخلي فيه من صلبي ده؟ ها، هو انا بقيت ايه؟ ها فاهميني بقيت ايه؟ انت انت سيد الناس يا سعالي. سيد الناس يا بنت الكلب. صح، ابوس ايدك يا سعالي، انا ما عملتش حاجه. كل ده ما عملتيش؟ لو حد سمع كلمه من اللي اتقال هقطع لسانك. يقعد يا بنت الكلب. اجزمه، انت بتسقع يا بنت ولا ايه؟ ها، سقع عليا ولا ايه؟ سقع عليا، سقع عليا. يقعد يا بنت الكلب.